السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين إلى الداخل من زاخة حتى الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج، الرقمين اللي بالأسفل للإخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر والأشقاء العرب اللي موجودين من الخليج العربي وحتى المحيط وكافة دول العالم اللي دا يشاهدونا الآن يقدرون يتصلون بينا. أيضا الرقمين اللي بالأسفل بصفاء وكشارة واتساب اللي ما قدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يكتب لنا رسالة أتمنى تكون مكتوبة ومتبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقة اليوم بقضية الفضائح الدبلوماسية اللي دا يتسبب بها بين فترة وفترة دبلوماسينا الموقرين. كشفت صورة لدبلوماسي عراقي هو يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن فضيحة دبلوماسية جديدة حسب ناشطين. وأظهرت صور الدبلوماسي هو يتابع من خلال شاشة كمبيوتر محمول مباراة كرة قدم أثناء كلمة رئيسة وزراء نيوزيلندا عن خطر التهديدات النووية على العالم باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وراها قالت وزارة الخارجية الحالية أنه هي راح تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الموظف الدبلوماسي اللي ما انكشف عن اسمه لحد هاي اللحظة. طبعا يأتي هذا وراء ما أثارت صورة السفير في الأردن حيدر العذاري وزوجته مع الفنان راغب علامة استياء واسع بالشارع العراقي. الفيديو اللي كان بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي رئيسة وزراء نيوزيلندا، وخلال هاي الكلمة راح تشوفون اللي صار. The only way to guarantee our people that they will be safe from the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons is for them not to exist. Her call was for unity. When crisis is upon us, we cannot and will not solve these issues on our own. It says there's a new destructive threat we should fear, mis- and disinformation. The face of war has changed, and with that, the weapons used. Speaking to the world, but mostly an audience of distracted diplomats. مثل ما تلاحظون اكو كلمة عن مساوئ الأسلحة النووية بالعالم، والأخ هنا دا يباوع مباراة. من المفترض أنه هذا واحد من اللي يمثلون العراق، من المفترض أنه هذا واحد من الناس اللي لما يطلع وشايل له جواز دبلوماسي هو يبين طبيعة البلد ويمثل البلد بأفضل صورة، وأن يكون يعني باختيارات معينة حتى يختاروا دا يوصل لهالمكان مجتمع بيه ويا زعماء العالم كله، فيطلع لنا الأخ ما منتبه للكلمة نهائيا. إذا هو ما يعرف إنجليزي فهو لا هو لابس السماعة هياته، بس هو ما داير بال قاعد يتفرج المباراة. الناس لما شافت هاي القضية وشافوا هذا الفيديو علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، واختارينا لكم تعليقات من منصة فيسبوك. داود يقول هي هاي نتائج محسوبية ومنسوبية، تجيب غير كفوء في مكان ما يستحقه للأسف. أما رجاء السناوي تقول طبعا لأن التعيينات مو على أساس الكفاءة، على أساس الواسطات والحصص. ودعاء الدليمي تقول 90% بالخارجية مو خريجين علوم سياسية أبد، والأصح كلهم مختصاص، إحنا أهل الاختصاص تعبنا كله راح حسبي الله ونعم الوكيل على هيج بلد إش وقت انهج. أحمد النداوي يقول لما يكون البلد خاضع للمحاصصة وفي كل حكومة تدخل المحاصصة والتوافقية في تشكيلها، فسنجد الكثير من هذه الحالات الشاذة. لا تتأمل خيرا من نظام سياسي وضعت أساسه قوات محتلة وبني بدم الشعب العراقي يخضع لاحتلالين الأمريكي والإيراني، وعلى مر التاريخ فالدولتين تاريخهم مليء بالدمار. إذن كانت هذه تعليقات الناس حول اللي شافوه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأحد دبلوماسي العراق تارك الكلام كله وفاتح الكمبيوتر أو اللابتوب وقاعد يباوع أو يتابع مباراة كرة قدم. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. إحنا نعرف أن العراق قبل 2000 وكذا كانت إلى حكومات، يعني حكومات جيدة برؤساها بوزراها، كل ما يعني يحكم هذا البلد العراقي السابق
يعني كان عنده هيبته ومكانته امام الدول بالشرق او بالغرب، فكان العراق يعني دمدمه العرب يعني بالاجتماعات بالكلام بالخطابات بالشعارات وكل الامور اللي كان العراق اللي كان هو هيبه العالم كله. يعني للاسف انه من الديمقراطيه لحد الان كل اللي حكم بالعراق ناس انه جايين من برا ما يعرفون الاجتماعات، ما يعرفون اللي انه هم يمثلون العراق امام العالم والراي العالم او سواء الامم المتحده سواء اي مكان كان. نزلوا هيبه العراق وكرامه العراق يعني بوجود هواي امور عندنا، يعني هذا مثل اللي هو دبلوماسي ويمثل العراق، يجي يمثل حكومه العراق، فيعني من قاعد هيك مكان وهيك مكانه وهيك ناس وزراء ورؤساء وناس يعني لهم مكانتهم بالعالم من يشوفون هذا العراقي اللي مع احتراماتي، وهذا العراقي ما نحكي مع العراقيين ولا نعترف هيك ناس انه يوقفون ويقعدون امام جلسات يعني مهمه امام العالم، يعني من قاعد يبارك كره القدم والناس بيا حال وكلامهم بيا حال انه يقول، فهذا يعكس على العراقيين ويعكس على الحكومه العراقيه اذا كانت عندنا حكومه. هذا المفروض الكاظمي او كل الوزارات اللي عندنا موجودين هنا هو اي مكان سابع يحاسبونه وفرسه ومحاسبته لانه هذا الشخص يمثل الحكومه العراقيه ويمثل، للاسف احنا ما نقدر نقول حكومه عراقيه بس مهما يكون انه يمثل العراق، فاحنا هيك شخص نتمرين من عنده ولا نعرفه، وهذا الشخص انه ما اسمه دلاله على خوفه ودلاله على انه هذا الشخص انه ما معترف فيه ولا يعترف بالعراق ولا يعترف انه هيبة العراق. لو كان يعترف بالعراقيين هيبة العراقي لكان الى مكانته ويحترم الناس اللي موجودين اللي قاعدين امامه. فللاسف للاسف غير الناس غير يعني يعرفون مجالس، لا يعرفون انه اجتماعات يعني ترجع اهميه الشعب العراقي واهميه المكان. الناس كلهم منظرهم المال وسرقه اموال العراقيين ودمروا العراقيين، ناس همج لا يعرفون اي اجتماع لا كلام ما يعرفون يحجون يا استاذ افل. ومهما يكون انه هذه الحكومه ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى سوف تسحق هاي الحكومه واحزابها وتصير عندنا حكومه وطنيه حكومه عراقيه من ضمن هذا العراق وترجع بلدنا بعون الله تعالى وتفقد هاي الاحزاب وكل الميليشيات ترجع العراق احسن احسن. شكرا لك يا استاذ، شكرا لك ابو عمر، حياك الله. علاء من تركيا حياك الله. اهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا موضوعي مختصر ما اريد اطول عليكم، اعرف ضيق وقت البرنامج. لكن احنا الجاليه العراقيه في تركيا بكل طوائفها بكل الاقامات اللي عندها سواء كانت اقامه انسانيه او الاقامه على اليو ان او السياحيه او العقاريه. نعم. مثل ما تعرفون قبل 4 أشهر بدا رفض الاقامات وخاصه اكو تشدد في محافظه سرسون، هي على كل الولايات التركيه رفض الاقامات السياحيه او توقف الاقامات السياحيه. عندنا عوائل طفوا امورهم بالعراق في وقتها كانت متهدده وطلعت الى تركيا. حاليا من رفضة الإقامة مالتهم ماكو مأوى، يعني ما يقدرون يرجعون للعراق أو أمورهم ما تساعد الرجوع للعراق. هذه أول فقرة. ثاني فقرة، سفير عراقي ما عندنا تركيا مع الأسف، يعني ما عندنا سفير عراقي، ماكو أحد يدافع عن حقوقنا. الجوازات اللي طبع الجوازات شوي كل شوي معرقليها، طبع البطاقة الوطنية معرقليها هنا في تركيا. عندك المدارس العراقية جدا غالية، الأسعار مالتها كلش غالية. اكو ناس يعني اضافه اذا معترف بها او ما معترف بها داخل البلد، هذا بالضبط. اي اكو معترف بها واكو غير معترف بها. عندك التصديق الوثائق، تصديق وثائق الطلاب، عندنا الناس اللي تقدم على اجازه السوق التركيه اللي عنده اجازه سوق عراقيه تطول سنه، يعني هو يروح يسوي صحه صدور مثلا من انقره سنه كامله الله يستلمها. وهواي امور عندنا عراقيل سببها سفير عراقي ماكو، وبالاخص هسه احنا عندنا شغله الاقامات، يعني على الاقل يجي احد يقول مثلا يا بالاسباب، عندنا ناس مستحقه، عندنا ناس تتعالج بمستشفيات تركيا رضوا يقايمهم. فاتمنى يوصل صوت العراقيين. اخوك علاء حسين الربيعي. حياك الله اخوي علاء. الموضوع اللي حكاه الاخ علاء والموضوع طلعناه قبل شويه وكله باختصاص وزاره الخارجيه. بلد ما بيه سفير واكو تمثيل دبلوماسي الى هاي طامه كبرى.
على الأقل لما يكون البلد ما بيسفير، إذا فعلا كان ماكو سفير عراقي في تركيا، أكو بديل أو من يقوم بأعمال السفير لحد ما ينتدبون واحد. ومن المفترض أنه أي سفير في أي بلد من بلدان العالم هو همه حل مشاكل الجالية اللي هو يمثلها. ننتقل إلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، ونشوف بآخر صيحات إدارة الدولة والحكومات. اليوم محافظ واسط يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي الأحد بناء على استفتاء عبر تطبيق التليجرام، بظاهرة غريبة ودخيلة على السياقات الإدارية المعمول بها بكل بلدان العالم. خلونا نشوف الاستفتاء مع المكتب الإعلامي لمحافظ واسط مثل ما تشوفون أمامكم. مثل ما تشوفون أمامكم تطبيق تليجرام، صورة للتطبيق لصفحة المكتب الإعلامي لمحافظ واسط، وأكو استفتاء عن تعطيل الدوام. فاز الاستفتاء بنسبة 49% عن 47 أنه يقول أنا أريد تستمر الامتحانات ودوام الدوائر، و 4% أنا مع الدوام بنسبة 5%. بيا دولة من دول العالم يصير بها تعطيل دوام وما أعرف شنو باستفتاء بموقع؟ نعبر ونبقى بنفس الموضوع، بس هنا راح تكون الطامة أكبر. بالنسبة إلى موضوع الحكومة الفيسبوكية، مدير زراعة كربلاء يصدر كتاب شكر وتقدير إلى الموظفين. تعرفون شلون أو بناء على شنو؟ الطبيعي أنه الواحد يقول طبعا على الكفاءة، على جدية العمل، سرعة التنفيذ. طبعا هذا مو بالعراق. الأخ هنا يصدرها بناء على تعليق على صفحته الشخصية بالفيسبوك، وراها الحوافز كالتالي: 50 تعليق علاوة راتب، 20 مشاركة منشور ترفيع، أما عفوا 50 تعليق ترفيع، أما مشاركة منشور إفادة مكافأة. خلونا نشوف. مثل ما تشوفون أمامكم صورة سيد مدير ما أعرف شنو، وهذا الصور الأخرى اللي موجودة أمامكم اللي هو محافظ يحكي عن لديهم أكثر من 20 تعليق موجودين قدامكم، ودارج أسماءهم في قائمة ولستة حتى يشوف منهم علق ب20 تعليق، منهم علق ب50 تعليق، منهم شارك المناشير لأنه اللي شارك منشور راح يأخذ لإفاد من مدير زراعة المحافظة. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. حبيبي سعد أفل، السلام عليكم. السلام عليكم، تحية إليك وإلى قناة الرافدين. حياك الله أخويا سعد أفل. اللي مثل ما يقول لك الحفرة كبيرة والرقعة صغيرة، مو صغيرة، رقعة ماكو رقعة أصلاً. نعم. تدري أنت وزير خارج العراق شايشي كان عند الفرزان؟ إذا ما عندك أي فايد معلومة. نعم. تدري أنت وزير الخارجية الأسبق الجعفري كان رجل حملة دار ما له علاقة بالخارجية؟ نعم. شلون تريد تبني، شلون تريد تبني منظومة منظومة دبلوماسية على أساس صحيح إذا هو اللي رئيس الهرم مالتها هو ما له علاقة دبلوماسية وغيره؟ هذا عادي ترى سيدي باع لعبة، لأن أول أما ما يعرف اللغة، حتى الترجمة اللي دا يسمعها ما يهمه، لأن هو ما ماخذ لها ملف محمل هموم العراق ورايح الأمم المتحدة. لا لا، هو رجال احتمال مو بعيد عايش بأمريكا، جوازه أمريكي ورايح هنا هيك هيك، يعني إفاد بالنسبة له، إفاد ياخذ عليه مخصصات وياخذ عليه فلوس. بس ابو احمد يعني اكو هوايه بلدان جابوا ناس باماكن معينه، مثلا جابوا شخص مثلا ممثل صار رئيس دوله بس عنده 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 اداره مثلا او يعرف يدير بلد. زيلينسكي، غير زيلينسكي صار ممثل رئيس دوله. اي صحيح، اكو هوايه ناس جابوا مثلا اشخاص يشتغلون في اماكن معينه، يعني البرازيل رئيسها اللي حبولي يشتغل كان يشتغل منظف في بلديه بلهجتنا زبال. قاعد أفل، هي إحنا ما عندنا خلاف بما تقول، بس هذا يدخلوا دورة يأهلوا تأهيل. إحنا ماكو لا تأهيل ولا حاجة. شالوا بس أبسط حاجة، منو السفير العراق في بريطانيا؟ نعم، منو؟ ما أعرف. من شو السفير؟ شنو مؤهلاته؟ محمد صادق، محمد جعفر، محمد بن محمد صادق بن محمد باقر صدر، جعفر بن محمد باقر صدر، بس هذا الصفة اللي يحملها إنه أبوه محمد باقر صدر. شرفك هو هذا حكي احط السفير فوق العاده لاربع دول، هي انجلترا واسكتلندا ويلز وايرلندا، وهي اختيارات السفراء مو اختيارات على اساس على اساس مهني. يعني قبل كانوا يختارون السفير هو وزاره الخارجيه، وشاب عظيم قاعد بوزاره الخارجيه ويتمنى ان يدخل دوره حتى ولا الدوره يطلع للدوله ملحق، لو يطلع موظف وبعدين يدرج تدريجات، لا يلا يصير سفير. اما عن
ما ذكرته يا حول مدير الزراعه بكربله، مدير الزراعه بكربله كان رجل مهمه بالبدايه. نعم. بعدها راح صار مستشار المحافظ المحاصص، راح اصبح مستشارين محافظ كربله في فتره من الزمن، وراح طلع حصل دراسه في مانشستر، درس 4 سنوات، رجع اخذ اجازه 5 سنوات، جابوه قالوا له لا تعال انت وين رايح 5 سنوات؟ تعال نسويك مدير زراعه كربله، ولا على علاقه بالزراعه لا من قريب ولا من بعيد. هي اكو سياسه منظمه بس ابو احمد على عيني وراسي، بس ما معقوله مدير زراعه يعني ماخذ هذا المنصب ويسوي ترفيع على نسبه التعليقات بالفيسبوك. يعني انا يعني موظف بالزراعه اروح اكتب له 20 تعليق تجيني علاوه راتب؟ هذا مستوى لا شنو التصور هذا قبل هو مستوى وين الزراعه؟ تصحر رهيب جدا في كربلاء، وين انجازاتهم؟ ولا شو عندهم انجازات؟ عندهم مشروع لمده سنه، ما اقول لك 5 سنوات، لمده سنه ايش راح يسوون؟ هاي المساحه ولو تسمح لي لا شيء. بالنسبه للمشاريع اذا راح تبقى متابعنا ابو احمد، الملف الوراء عندنا المشاريع او عفوا الاخير الرابع المشاريع راح تشوف بلاوي. فدفل مو على المشاريع، انا دا اقول لك عندك من معمل النوره الى عين تمر صحراء، ما يقدروا وارض صالحه للزراعه، ما يقدروا يستثمروا استثمار صحيح ويزرعوها، فهي خربانه يعني للاسف. نعم. وأنا آسف على طالة، شكرا جدا لك أستاذ أفري العزيز. شكرا شكرا لك أخوي العزيز محمد من بغداد، حياك الله. الله محييك أستاذ أفل، حياك الله. تحية لك وتحية لقناة الرافدين. حياك الله يا غالي. الله يسلمك أستاذ أفل. هم هذول الحكومات اللي متعاقبة اللي صارت بالعراق، نعم، هم أساسا هم هذول لا دبلوماسيين أساسا، ولا عندهم حنكة بالسياسة، ولا عندهم حنكة بالإدارة الدولة، نعم، ولا هم مثقفين أساسا. حضرت قلت قبل شوية، قلت رئيس برازيلي كان هو يشتغل بالبلدية، نعم، وصار رئيس. هذول عندهم مبدأ، وعندهم مبدأ الإصلاح وتطوير بلد. هذول يعني حتى لو هم كانوا سياسيين ومعارضين يجون يحكمون البلد، نعم، أو يديرون دولة، المفروض احنا نقول ما يخالفهم معارضين وهذا، بس هم أساسا حتى لو يدخلون دورة لتأهيلهم أو لتأهيلهم لتعليمهم لإدارة الدولة، هم ما يسووه وما يتعلمون، يعني هم أساسا جايين تدمير بلد، نعم، دمروا وراح البلد وهذا. وانا اعتدي على هاي الامم المتحده او مجلس الامم اللي يخلون واحد مثل هذا، نخلي اللابتوب يباوع مباراه كره قدم، المفروض يقولون اكو وحده او دبلوماسيه او سفيره تخطب، وانت حضرتك قاعد تشاهد مباراه. لا ازيدك من الشعر بيت رئيسه وزراء نيوزيلندا اللي كانت تسولف. اي ما اعرف بالضبط يعني ما انتبهت كل الزين يعني، لان كان صوت ناصي. نعم. فاقول المفروض يعني هم هذول المعاقدين او على الندوه او المجلس هذا اللي يديروا، المفروض يطردوه، يعني المفروض يقولوا له انت شنو تدخل بالاداب يعني احنا بالبروتوكولات الرسميه. نعم. اي فعتبي على هذول همينا، بس انا قلت لك كحكومه يعني احنا عتبنا على امريكا اللي جابت الدولة علينا. نعم. وامريكا تدري كل الزين هم هذول دمروا البلد وساكتين، لان هم اذا يريدون يقولون احنا نريد نصلح البلد او ننقذ البلد كان تدخلنا. نعم. نصلح هذا البلد، بس هم اساسا متعمدين ويخلون ايران يلعبون طوبه بالعراق، ويخلون الدول كلها تلعب طوبه بالعراق، ويدمرون البلد ويلعبون طوب كيفو وما ادري شنو، يخلقون عصابات وهذا هم متقصدين يعني. نعم. هذا البلد. نعم. انا يمكن اشوفه يعني ايام بعد ايام يعني مساله اشهر او سنه يعني يمكن تنتهي هالبلد، تصير حرب علنيه بالشوارع، لان يعني هذا البلد يديروا عصابات، اشتترج من دوله هيك يديروا ناس عصابات وجهله. نعم. وانا نعم. قلت شغله استاذ افل اذا تسمح لي. تفضل. اكو شغله هسه طلع موديل جديد، يعني هاي اكو مزارات وهميه. ايه. اللي حكينا عليها. نعم. يكتشفوا يوميه. يعني هذا شرفت يعني هاي الدوله العراق بلد الحضارات، بلد الالاف السنين، هيك يعني يديرون هاي الدوله سهل حتى ما اقول وجهه المستمع هيك. نعم. احنا العراق وصل بينا هيك الحال للجهل. نعم. نعم. مع الاسف والله استاذ. لا اشكرك انا. شكرا شكرا لك اخ محمد. يعني الاخ محمد يقول انه يقول لما يجيبون واحد على الاقل يدخلوا دوره يعدوه، بس هو السؤال اذا هم يردون يعدون وزير او سفير او دبلوماسي، إذا هو رئيس وزراء يطلع واحد يرفع بنطلون، واحد ياخذ طالعة، واحد رباطه أعوج، واحد يمشي ويروح عكس البروتوكول. إذا هو رئيس وزراء ما يقولوا له البروتوكول لما يزور أي دولة شلون يصير، لكن شلون راح يصير يا دبلوماسي؟ هذا سؤال أريد نوجهه. الثاني
أريد أسأل أي مواطن قاعد يشوف البرنامج، تخيل نفسك أنت دبلوماسي عراقي وطالع إلى الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة باجتماع، وشفت مندوب دولة ثانية، مو هذا مندوب دولة ثانية دا يشوف مباراة أو دا يتابع فيسبوك أو دا يشوف أي فيديو على اليوتيوب، شنو راح يكون تعليقك؟ نرجع إلى قضية الإدارة الفيسبوكية اللي هي على التعليقات تحصلون علاوات، وعلى التعليقات تحصلون حوافز وترفيع، وعلى المشاركة بالمناشير تحصلون بها إيفاد إلى دول أخرى. الناس لما شافت هذا الموضوع علقت عليه، واختارينا لكم تعليقات من فيسبوك. من زيد هلال يقول: أتصور دوائر الدولة تدار بهكذا عقليات نتنا، المفروض هذا فصل حتى يكون عبرة لغيره. أما حازم يقول: إذا صح الخبر فهذه مهزلة بكل معنى الكلمة، إلى أين يا عراق؟ خالدة عبد يقول: بهكذا عقول كيف نريد للعراق يتقدم وينبني ويتطور؟ ودكتور عهود جمال: هي حكومة فيسبوكية، صورني وعلق لي وأني ما أدري وبعدين أسوي لك كتاب شكر. طبعا أكو غير شيء، مثلا مكافأة إفاد وما خفية كان أعظم. كان هاي تعليق الناس حول هذا الأمر. قضيتنا الثالثة أو ملفنا الثالث اللي هو النزاعات العشائرية. هواية حكينا عليها، هواية قلنا النزاعات العشائرية ما مسيطر عليها، هواية حكينا أن النزاعات العشائرية تهدد السلم المجتمعي. أكو نزاع عشائري ورايا هسه بالفيديو، صار لأربعة أيام، أربعة أيام النزاع مستمر بقضاء سيد دخيل بين عشيرتين بمحافظة ذي قار، بوسط عجز حكومي لإيقافه وفرض الأمن. حتى صارت النزاعات العشائرية ظاهرة شبه يومية بمدن جنوب ووسط العراق. كشف مصدر أمني بذي قار إلقاء القبض على الرأس الثاني بالعصابة اللي اختطفت الناشط المدني سجاد العراقي، وراء إصابته بنفس النزاع العشائري بسيد دخيل، ونقله لأحد المستشفيات، وفور نقل المصاب من أرض النزاع، ونتيجة لورود اسمه ضمن قائمة المطلوبين باختطاف الناشط سجاد العراقي تم فرض طوق أمني مشدد ومنع الاقتراب من الردهة اللي هو نايم بيها، علما أنه هذا النزاع استخدمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. خلونا نشوف. قصف وضرب وسلاح متوسط وثقيل بنزاع بين عشيرتين. وراء هذا النزاع طلع تسريب مسجل. هذا التسجيل المسرب كشف لنا الطريقة اللي يدار بها الملف الأمني بمحافظة ذي قار والبلد. وكان التسجيل بمشادة كلامية بين اثنين، الأول هو قائد شرطة ذي قار الفريق الأول ركن سعد حربية، والثاني هو قائم مقام قضاء سيد دخيل حيدر عزيز الإبراهيمي، اللي طالب قائد شرطة بالتدخل لفض النزاع من أربعة أيام دون حلول لفرض الأمن بالقضاء. خلونا نسمع المكالمة اللي بيناتهم. سيادة الفريق، سيادة الفريق، هم على أقل لحظة هسه يترامون، على أقل لحظة. أنا مو عندي هاماراتي موجودة هسه، هم القوات. ما أعرف والله أستاذ، أنا الوضع الأمني ما أعرف هناك، بس اللي أعرف أنا عطوة ماكو، الوضع تعبان بسيد دخيل، وهاوانات دقت لما ملت بيناتهم، وعشائر وقرى وأطفال ونساء. يعني شنو يعني وضع زين هذا يعجبك أستاذ؟ يعني احنا صار لنا اربع ايام. اي استاذ، يعني استاذ الحل مالكم شنو؟ الحل مالكم شنو؟ انت قائد عمليات. استاذ حيدر، استاذ حيدر، احنا نايمين بالترابه يما الحشيف ويما فلان يما العلام زين وال ابراهيم من يشوخهم الى وثقه فيهم نايمين نسوانهم، ولا واحد يحضوا طلع لنا. استاذ، استاذ هذا الوضع الامني، الوضع الامني اللي يخصك سياده الفريق، سياده الفريق، الوضع ما لي علاقه بالعشائر، انا ما لي علاقه بالعشائر ولا لي علاقه بالشيوخ. شيخ نايم عند اهله وانا هم نايم عند اهلي، والمسؤولين شنو ذنب هاي الناس؟ شنو ذنب هاي الناس؟ شنو ذنب هالناس؟ هاي الاطفال المروعه وشارده على الشوارع. يا هجاني استاذ، هذا واجبك، هذا واجبك سياده الفريق، هذا واجبك.
استاذ ماكو عطوه وضع، وضع تعبان، وضع تعبان. لا لا تعبان، شنو مو تعبان؟ انتم تعبانين، مو وضع تعبان، انتم تعبان. سياده الفريق، سياده الفريق، احنا عشائر، لا تقول تعبانين. فريق اول ركن بالجيش يحكي بهاي الطريقه، قائد عمليات وقائد شرطه يحكي بهاي الطريقه، يقول له رحنا بس ما طلع لنا واحد بيحظ. سمعتوا سعد حربيه؟ انا اريد اسال السؤال هذا، شلون صار فريق؟ والخطط الامنيه اللي موجوده عنده شنو؟ ابو حسن من دياله حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونكم؟ اهلا حبيبي. ها قلبي. احنا بالنسبه على وضع العراق، اي وضع العراق، العراق، العراق هسه محافظه من محافظات ايران، تمام ولا نعم؟ العراق هسه محافظه ايرانيه، لان ذاك اليوم بالزياره، نعم بالزياره، يطب الايراني رافع العلم الايراني بالضبط العراق، رافع العلم الايراني ويمشي بالشارع العراقي. اي وين كنت دوله؟ نعم وين كنت دوله؟ يطب ايه اي وين كنت دوله؟ نعم دوله هيجي يطب الايراني رافع العلم، رافع العلم نفس العراق، رافع العلم الايراني يعني محافظه ايرانيه، الامور ايرانيه. طيب ابو حسن اذا تسمعني نصي لي صوت التلفزيون وخليك وياي بالتليفون اغاتي. ناصي صوت التلفزيون، ما عندك التلفزيون. ايه نعم. بعد طيب عيني طب رافع العلم يمشي في العراق هسه. هم الله، احنا احنا العراق نعمته تعسر، نعمته العراق تعسر، ماكو واحد خاطر توفق بيها والله. ايران الا ما يصير بيهم مطار، هم هسه ان شاء الله بدت بيهم النار، ان شاء الله بدت بيهم النار، نعمه العراق بيجنيهم النار ان شاء الله. نعم. وهذول هذول الذيول مالتهم هنا هسه خاكين بالخضراء حتى في الكلاب. اي ذيول مالتهم. نعم. نعم. هذول ذيولهم هنا هسه خاكين حتى في الكلاب. نعم. اي. شكرا، شكرا لك ابو حسن. قضية النزاعات العشائرية والمشادة الكلامية بين قائم مقام سيد دخيل حسن الإبراهيمي وقائد شرطة محافظة ذيقار الفريق أول ركن سعد حربية اللي سمعته قبل شوية، الناس تفاعلت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت أكثر من تعليق. اختارينا لكم مجموعة من أدهم منصة فيسبوك. غالب العسكري يقول عمي دخل همرات قوة من الجيش أحمي الناس، شنو يعني يقول له دخل همرات، شنو ذنب العوائل عليه من عندنا 60,000 قوة بين شرطة وجيش ما تقدرون تفضوها. أما أبو محمد رضا مهزلة، دولة ما تقدر على عشيرة على البلد السلام. وسومر يقول خوش حكم، لا هو عشائري على وجه ولا هو حكم مدني، مخلط يا لوز، والله رجع البلد 100 سنة لي ورا وماكو أمل. ويقول لك ليش الناس تحن وتون على الماضي، ناسم كهربا مسؤول ما يحكي بالقانون والتطبيق بس يحكي بالعشائر والعادات والتقاليد، لا ربحنا من دبش. أما حيدر هادي يقول شوف هاي الرتب والخبصة، الله وكيلك، فرد واحد من الميليشيات يشردهم. كان هاي تعليق الناس. والأخ يقول احنا يعني التعليق الثالث من سومر يقول لا احنا حكم عشائري على وجه ولا حكم مدني على وجه، ورجعنا للبلد 100 سنة لورا. إذا نفكر ونرجع بالبلد 100 سنة من وراء، 100 سنة قبل صارت ثورة 20 اللي هي عروس الثورات، واللي قام بالثورة اللي هم شيوخ العشائر، واللي أسسوا إلى الحكم المدني الجديد أو الدولة العراقية الجديدة هم شيوخ العشائر. قارن قبل 100 سنة شلون كانوا يفكرون، وشوف ورا 100 سنة شلون قاموا يفكرون، تشوف الوضع رجعنا 100 سنة لو أكثر. أخ سومر، ملفنا الرابع نحكي به عن الفساد بالمشاريع الخدمية وترديها، وهواية حكينا عن الفساد بهذا الموضوع. اليوم عندنا
سيارة خطية راكبها عائلة دا يفترون أو دا يمشون أو رايحين زيارة لأحد أو راجعين من بيت أحد لبيتهم، وقعوا بحفرة. هاي الحفرة منو سواها؟ مشاريع المجاري اللي موجودة بالطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. نقلت العائلة على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. شهود عيان حملوا الجهة المنفذة للمشروع المسؤولية بسبب عدم توفيرها إرشادات الطريق والتنبيه والعلامات مالتها. خلونا نشوف. اليوم حاليا في الشارع الرئيسي الدخول الطارمية. اليوم عندما جاءت يعني شو اسمه ناس فطار من بغداد على ناس في قضاء طارمية يعني على قرايبهم. اليوم طبعا شهدنا شيء مؤلم جدا. اليوم هذا المشروع المجاري اللي نقول عليه كل الزين والحفريات، يعني هاي الحفريات كلها شوفها الدلائل كلها. اليوم عندنا عائله كامله بحاله خطره، اليوم مو قاعده حاله خطره، حاليا تحولوا الى المستشفى، مستشفى الطارميه، اليوم حاله خطره. اليوم الى سيد قائم مقام الى كل المسؤولين الموجودين، اليوم هذه هي برغمه من هاي العائله برغمه من. تعال صور لي قدام، تعال تعال صور. تعرفون مشاهدينا المشكلة وين بهذا الفيديو؟ بعيدا عن اللي صار، اكو هواية مشاكل ترى ما حكى بيها. اولا الشارع ما بإنارة، هاي رقم واحد. رقم اثنين اكو حفرتين انا شفت، مو حفرة واحدة، حفرة بهاي السيارة واكو حفرة لغادة هنا شوية. لا اكو حاجز، لا اكو شريط فسفوري يدل على انه اكو حفرة، لا اكو دلالة تقول انه اكو شغل بهاي المنطقة. اضافة الى ذلك يعني الشارع هدد، مو مشكلة نبقى بنفس الموضوع المشاريع الخدمية، بس راح نطلع من بغداد نروح للجنوب المحافظة وسط. مواطن من المحافظة يوثق لنا لحظة سقوط أعمدة الإنارة بقضاء بدرة ورا 15 يوم بس من نصب هاي الأعمدة بسبب العواصف وسوء تنفيذ المشروع، في دليل على فساد هاي المشاريع اللي باتت ظاهرة بجميع المدن العراقية. خلونا نشوف. شوف البارحة نشرنا قلنا اخوان ظن يوقعن يوقعن، شوف شوف الصبر والسنوات ها هاي صبت كل هذا العمود، شوف هذا الملح من مكانه ليش؟ والله حرامات هذا تعبكم وصرفكم والمحافظة جاي تصرف اشتغلت وبارك الله بيك، ليش هذا الشغل الكلاوات؟ والله حرامات وقع ان كانوا قاعدين على سياره الله ستر عليهم. هاي الصبه، هاي الصبه كثرت، اكو صبه تنكسر 15 يوم صار لهم. يقول اكو صبة تنكسر، ايه اياتها قدامك بالعراق. السؤال هنا اللي اريد اطرحه، اللي نفذوا هذا المشروع اكو قسم المفروض بالبلدية او بالوزارة او اي مكان دراسة جدوى للمشروع، يشوفون به المعطيات، الهواء، الشارع، التربة، القاع، ذني كلها لازم يدرسوها، وزن العمود، قوة العمود، البراغي اللي يحتاجها، هاي لازم كلها عطيها بالبال حتى من يجيبون عمود يدقوه بالقاع ما يوقع. عمود مكسور بصبة، العمود الثاني إذا انتبهتوا لصبة موجودة ما مكسورة الحمد لله والشكر، بس الحديد مال العمود من جوا مشلع مكسر والبرغي معوج، يعني لا البرغي قوي لا الحديد مال العمود قوي لا الموضوع، يعني ما دارفتهم اللي قاعد ينفذ هذا المشروع شلون نفذه. غير هيجي المسؤول عليه بالمحافظة ما قال له تعال ابني هاي شو سويت، اعبر من المحافظة روح لبغداد. الوزير مات ما قال له أني تعال يا بأتا بمحافظة واسط نطيناكم فلوس وسويتوا مشروع وبنيتوا، ترى وقع منو يتحمل مسؤوليته؟ ورئيس الوزراء اللي هو القائد العام للبلد والقائد العام للقوات المسلحة ما سأل الوزير قال له فلوس العراقي وين تروح؟ الناس لما شافت الفساد هذا وشافت الحفرة الأولى بالفيديو علقت على فيسبوك، وجبنا لكم علي الأسد يقول خوش هسه شقد بكتوا فلوس براسه.
أما حنا جعفر مشاريع وهمية فلوسها بالجيب، منو يقرأ منو يكتب منو يحاسب؟ ورائد عدنان الطائي نصب واحتيال مستمر للمشاريع الوهمية، وموفق ابن السلطان سفلة وحرامية وعملاء يقولون ويفعلون العكس، كل همهم تخريب وتدمير هذا البلد المظلوم. إذا مشاهدينا الكرام كانت المواضيع الأربعة اللي موجودة ويانا، أرجع أذكركم بها بسرعة: فضيحة دبلوماسية جديدة لأحد دبلوماسيين العراق بالجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة رئيسة وزراء نيوزلندا، الأخ عايف الكلمة وعايف الاجتماع وعايف كل شيء وقاعد يتابع مباراة على اللابتوب مالته. الشغلة الثانية هي الحكومة الإلكترونية أو الفيسبوكية، محافظ يعطي عطلة بالتليجرام يسوي الاستفتاء، والثاني مدير زراعة محافظة يعطي تعليق، عفوا يعطي مكافآت وحوافز على التعليقات، 20 تعليق تأخذ علاوة راتب، 50 تعليق تأخذ ترفيع، أما إذا مشاركة منشور هاي جاك إفاد وحوافز. الموضوع الثالث اللي هو النزاعات العشائرية بمحافظة ديقار، عندنا نزاع صار لأربعة أيام مستمر وشفنا به فيديو ثاني، الفيديو الثاني مشاهدة كلامية بين قائد شرطة ديقار فريق أول ركن سعد حربية، وسمعتوا شلون يحكوا بها أسلوب ويا قائم مقام سيد دخيل بالمحافظة. الموضوع الرابع هو فساد المشاريع، عائلة بسبب سوء إدارة وسوء مشروع وقعوا بحفرة وهم حاليا بالمستشفى، والثاني ورا 15 يوم من نصب عواميد الإنارة بمحافظة واسط وقعن صبة مكسورة والثاني عواميد مكسرة. هاي ترجعون بيها بالأول والأخير، هاي المشاكل الأربعة والمشاكل اللي حكيناها قبل منو سببها؟ بقت يومكم مشاهدينا الكرام، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط لنا الضوء على واقع المدارس والتعليم في واقع جديد، يعني في واقع الحالي مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وتساؤلات حول استقباله من قبل الطلبة وسط هذه الظروف من تردي الخدمات والبنى التحتية للأبنية المدرسية. سوالنا هذا التقرير مشكورين تحت عنوان: مع اقتراب العام الدراسي الجديد كيف سيستقبله طلبة العراق؟ خلونا نشوف. شباك مكسر، تكرم تواليتات صحيات كلها مكسرات. اليوم ننطلق على بركة الله هذا المشروع، يجب أن نكون كذلك واضحين أن هذا المشروع سوف يشمل جميع محافظات العراق. ألف مدرسة. مادة السندويش بانال اللي هي يعني رفضت حتى صحيا وبها خطورة عالية لأنه سريعة الاشتعال بالحرارة. مدارس العراق ومشاكل مدارس العراق، شفتوا مدرسة إيجار، شفتوا مدرسة هيكل، شفتوا مدارس كربانية، شفتوا مدارس طينية. سنة بالعراق بسنة 2022 في القرن الحادي والعشرين عصر التكنولوجيا بمدارس طينية، البلد اللي من المفترض أن يكون متقدم بسبب الأموال الموجودة به، بسبب العقول اللي كانت موجودة به، اليوم البلد خارج تا
تصنيفات الأمم المتحدة واليونيسيف لجودة التعليم. العراق اللي كان في وقت ما يعادل التعليم بالتعليم اللي موجود بالدول الإسكندنافية. العراق اللي كانت جامعات بغداد ماكو جامعة بالعالم ما تعترف بها. العراق اللي كان في يوم من الأيام صرح علمي لكافة الدول العربية. وكل المؤسسات التعليمية اللي موجودة بالعراق درست هواية من العرب وهواية ناس، بل وصل الأمر أنه أكو هواية ناس لزموا مناصب في بلدانهم هم خريجين العراق. لكن العراق اليوم حالة مثل ما شفتوا بالتقرير. أبو حسن من ديال، عفوا أبو علي من لندن، حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أعرف أستاذ أفل شنو الموضوع يعني اليوم، والله أنا برا. مواضيعنا هواية. أول موضوع كان ويانا هو فضيحة دبلوماسية، واحد من دبلوماسيين العراق باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عايف الاجتماع وفاتح اللابتوب وده يتابع مباراة كرة القدم. الثاني رياضي. نعم رياضي. شنو ايش جابه على الدبلوماسية وزارة الخارجية لعد؟ ها؟ ايش جابه على الدبلوماسية وزارة الخارجية؟ هي هاي بلد الواقواق، هاي حكومة الواقواق، غير هي علاقة يعني عجيبة يعني غريبة علينا هاي. ها؟ ملفنا نور المالك نور المالك شنو علاقة برئاسة الوزراء؟ رجال السيدة زينب يا محابس، ما له علاقة. لا تستغربون، ليش تستغربون؟ طيب إذا ما تريدنا نستغرب لعد خل أعطيك الموضوع الثاني. عندنا محافظ عطل دوام باستفتاء بالتليجرام، والثاني مدير زراعة يعطي حوافز وزيادات علاوة راتب على 20 تعليق بالفيسبوك، ترفيع منصب 50 تعليق، وإذا يريد إيفاد وسفر لأي دولة من دول العالم بس يسوي له مشاركة للمنشور مالته. نعم نعم. يستاهل، الشعب يستاهل. ساكت عليهم، ساكت على اللصوص، على مجرمين. شوف عمي بإيران صار بإيران، حتى هو الشعب من يطلع مظاهرات يطلعون يصفقون ساعدين ويرجعون. طبعا يستهزئون بهم دولة، دولة العصابات الميليشيات اللازمين عمي تعال شوف بإيران الجيش صير مرة تواجه الرصاص. احنا 100 مرة قلناها مظاهرات سلمية ما يطلعون دولة مجرمين عصابات عمي يحكمون دولة 1000 سنة. دولة ما يطلعون إذا ما تقوم ضحت دمك ما تخلص. داد أفل الله وكيلك، دولة بعد 100 سنة يحكمونه، 1000 سنة يحكمونه. نعم. إذا مصر ثورة عارمة، ما على الشعب العراقي أن يقوم. عمي يقوم، كافي بعد، كافي نوم. إذا مو كافي نوم، بلد ميزانيته 150 مليار وهاي مدارسة وهاي مستشفياته، والله عيب، والله عيب. لا عندنا كهرباء، لا عندنا شوارع، لا عندنا مستشفيات، لا عندنا فد بناء نفتخر به، يعني ماكو شيء، شيء ما عندنا. نعم نعم. حياكم الله. حياك الله، شكرا شكرا عليك أبو علي. مشاهدينا الكرام، أطلق أتباع إيران بالعراق وسم جديد على منصة فيسبوك هو نحن نرفع صورتك، وراء اكتفاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفع صورة، عفوا على منصة تويتر، وراء ما اكتفى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفع صورة قائد فيلق قدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتجاهل رفع صورة أبو مهدي المهندس. هذا الشيء اللي الناس قالت عنه أنه واستقبلوه بسخرية واسعة، أنه يقولون لا قيمة للعملاء الذين خانوا وطنهم لدى إيران. أول تغريدة ويانا من أبو دانيال البصري: إيران لا تحترم عملائها الذين يخونون وطنهم، وأكبر دليل ما فعله إبراهيم رئيسي عندما رفع صورة الإيراني قاسم سليماني ولم يذكر حتى اسم أبو مهدي المهندس، لأنه يراه مجرد عميل وخائن لا قيمة له. اللي رفعوا هاشتاغ نحن نرفع صورتك، أتمنى صارت عندكم عبرة وعرفتوا قيمتكم يم إيران. ثاني تغريدة ويانا على منصة تويتر من سالي: هسا احنا ما نعرف الولائية ضايجين لأن رئيسي ما رفع صورة أبو مهدي، لو ضايجين من الكاظم اللي 24 ساعة يدمغون عليه ما رفع صورته. زين سؤال يطرح نفسه الثار: وين شنهاي هاشتاغ نحن نرفع صورتك؟ أما
حسين العراقي يقول: بعد أن استهان رئيس إيران بعدم رفع صورة المهندس، الذيول يطمطموها نحن نرفعها، هذا الذيل والمرتزق لا تحترمه الدول، هاشتاغ نحن نرفع صورتك. وآخر تغريدة ويانا اليوم بالحلقة من بلال طالب يقول: شو يخسر إبراهيم رئيسي من يرفع صورة مزدوجة لشيشين الكباب، بس هم هو يهتم بالشيش الإيراني فقط، هاشتاغ نحن نرفع صورتك. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي الهاشتاغات حول هذا الهاشتاغ اللي رفعوه أتباع إيران في العراق. وأذكركم بالمواضيع: فضيحة الدبلوماسي العراقي اللي يتابع طوبة أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحد يطي عطلة بالتليجرام والثاني يطي حوافز على مود التعليقات والمشاركة، النزاع عشائري مستمر لمدة 4 أيام وقائد العمليات يحكي ويا قائم مقام بصورة غير لائقة ويبين لأنه مو قادر على عشيرة، والموضوع الثاني اللي هو فساد المشاريع الخدمية بالعراق، ناس راكمين سيارتهم يقعون بحفرة وحالتهم حرجة بالمستشفى وعواميد 15 يوم وتوقع. المشكلة اليوم اللي بالعراق مشاهدينا الكرام أنه كل شيء صح بي صاير غلط، وكل شيء غلط بي هو الصح. مشاريع دا تتنفذ وفلوس دا تنصرف، ميزانية الدولة دا تنذب، ما حد يعرف وين، واول يجي يقول أنا سويت واشتغلت وبنيت وسويت هذا المشروع وحطيت هذا المشروع. لكن أريد أسأل سؤال واحد: شنو المشروع اللي فادوا به العراق والعراقيين من 2003 لحد هاي اللحظة؟ أتمنى إذا أنا ما أعرفه أو أنتم ما تعرفوا واحد يعرف لنا مشروع يرجع لنا بحلقات صوتكم القادمة ويقول لنا يابا ترى فلان مشروع فادوا به الناس. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله، في أمان الله.